بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الأحبة المباركون الذين تتابعوننا في قناة الدكتور تشيرنو أحمد جالو، ونشكركم جميعا ونشكر أخانا الفاضل الذي خلف الكواليس الأستاذ أيمن مصطفى في لندن وفي بريطانيا، جزاه الله تعالى خيرا على تسجيله لهذه الدروس. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي ذريته وفي أبنائه، وأن يكلل جميع أعماله بالنجاح بإذن الله تبارك وتعالى، وأن يبارك في جميع من يصغون إلينا في من أقصى الأرض إلى أقصاها. نرجع فنبدأ بحلقتنا التي بعد هذا السابقة، وقد وعدناكم أننا سنبدأ عند قول المؤلف: ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع. قال المؤلف إذن ويجب، أي عليه، أي على المكلف، حفظ، أي أن يحفظ جميع جوارحه، يعني جميع أعضائه. جوارح جمع ماذا؟ جمع جارحة، جارحة واحدة. جوارح بمعنى جوارح كثيرة. جوارح هنا بمعنى الأعضاء، اليد واللسان الرجلين، هذه كلها جوارح. نعم، على المكلف عفوا أن يحفظ كل هذه الجوارح، بمعنى عليه أن يحفظ جارحة لسانه، بمعنى أن يحفظ لسانه من الكذب، وأن يحفظ رجله من المشي إلى الحرام، وأن يحفظ يعني جميع أعضائه من فعل الممنوعات، وأن يحفظ بصره كذلك من النظر إلى المحرمات إلى آخره، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم، هذا أمر من الأهمية بمكان. فإذا ترك الإنسان يعني النظر إلى المحرمات وحفظ جوارحه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنه يكون بذلك قد حفظ الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور والمعروف: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، نعم، إلى آخر الحديث. فأنت إذا كنت تحفظ الله عز وجل في جوارحك، لا تمشي إلى الحرام، ولا تقول الحرام، ولا تقول الغيبة ولا النميمة، ولا يعني تذهب إلى الحرام، لا تذهب إلى الباطل، وإذا رأيت باطلا أو غناء أو شيئا يغضب الله عز وجل، فإنك تترك ذلك مباشرة، بل أنت تجري مباشرة، كما قال الله عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون، إلى آخره. هذا كله من حفظ الله عز وجل، فمن حفظ الله يعني حفظه الله عز وجل. وسبحان الله، هذا الكلام شرحه يطول، ولكن قد بين أهل العلم أن هنالك عددا من العلماء، وكثير من العلماء لا يعرف عددهم إلا الله، لأنهم حفظوا الله عز وجل في صغرهم، فقد حفظهم الله عز وجل في الكبر، أي عندما كانوا كبارا الله عز وجل حفظهم، لأنهم حفظوا أرجلهم وأيديهم، يعني حفظ، امتنعوا عن المحرمات، ولذلك حفظهم الله عز وجل. نعم، فنحن كذلك ينبغي أن نحفظ جوارحنا ما استطاع. نعم، أيها الشباب وأيها الشابات، أنتم تسمعونني في مثل هذه التوجيهات التي يذكرها هذا المؤلف رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الرحمن الأخضري. فكأن الشيخ الأخضري يقول: أيها الشباب، أيها الشيوخ، أيتها النساء، الجميع، الأطفال والصغار، يعني أوصيكم وصية غالية، من أهمها أن تحفظوا جميع جوارحكم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، بمعنى يعني لا تفعلوا شيئا من المحرمات، لا تفعلوا محرما بالفم ولا باليد ولا بالأنف، لا تشموا حراما، لا تشم مثلا الدروكس، نعم، المخدرات عن طريق الأنف أو عن طريق أو شرب الخمر، يعني don't drink، نعم، لا تشربوا الخمور،
لا تتناولوا أي شيء يذهب العقل أو العقول، هذا كله يسبب ضياعا لعقولكم، وأنتم إذا فعلتم هذا فلم تحفظوا الله عز وجل، ولذلك لن يحفظكم الله عز وجل، احفظ الله يحفظ. نعم، ثم قال المؤلف بعد ذلك: وأن يحب لله ويبغض له، أي بمعنى على المكلف أن يحب، إذا أحب أي إنسان أن يحبه لله عز وجل فقط، يعني لا تحب أحدا من أجل أي مصلحة دنيوية، لا، تحبه لله وفي الله ومن أجل الله عز وجل. نعم، لأن من أحب الله، من أحب شخصا لله في الله عز وجل أو لله، نعم، فإن هذا سيكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ومنهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وأيضا نعلم أن جميع الأحباء يوم القيامة كلهم يكونون أعداء يوم القيامة، إلا المتقين، إلا أهل التقوى، هؤلاء الذين أحب بعضهم بعضا في الله. ويبغض له، أيضا عندما تكره أحدا وتبغضه فعليك أن تغضبه لله، ليس من أجل أنك تكرهه أو أنه ليس جميلا أو أنه ليس من قبيلتك، لأن قبيلة الإسلام هي القبيلة الصحيحة، الجنسية الإسلامية هي الجنسية الحقيقية. فإذا كنت من يعني غينيا أو من السنغال، أو فوجدت أحدا يعني من أي بلد آخر، أو الصين أو لندن أو أي مكان، فهذا أخوك الحقيقي. نعم، لأن هذه أخوة الإسلام، فلا بد أن تحبه لله. وإذا بغضت أحدا، إذا كرهت أحدا، عليك أن تكرهه لله عز وجل كذلك. نعم، لا تكره إنسانا أو مسلما أو شخصا أو أيا كان إلا لله عز وجل. نعم، هذه قمة الإيمان، تحب لله وتبغض له عز وجل. ولكن كثيرا من الناس يغضبون من أجل أنفسهم، يحبون أن ينتصروا لأنفسهم، يريدون أن يظهروا يعني علومهم، يريدون أن لا يخالفهم أحد، إذا تكلموا فلا يريدون من يتكلم بعد، يعني بعدهم، الكلمة الأولى والأخيرة كلها لهم، لا ينظرون إلى الإسلام وإلى تعاليم الإسلام ولا إلى قيمه العالية. إذا أحب لله وأبغض لله عز وجل، هذه حقيقة الحب والبغض لله عز وجل. ولا يكمل، لا يكون إيمانك كاملا إلا إذا فعلت ذلك. وهكذا كان الصحابة كانوا يحبون لله ويبغضون لله، يحبون لله، ولذلك انظر كيف اجتمع سلمان الفارسي، فارس وفارسي، واجتمع مع من؟ مع بلال الحبشي والإفريقي، واجتمع مع صهيب الرومي، كل هؤلاء اجتمعوا أيضا يعني أبو بكر القرشي العربي، واجتمعوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله لا يمكن أن يكون إلا حبا في الله عز وجل. لكن المشكلة الكبرى التي نعيشها أن العالم يشهد تكتلات عجيبة، أرجو أن تفهموا كلمة تكتلات، يعني تجمعات حزبية سياسية اقتصادية، تكتلات عرقية، تكتلات إثنية، تكتلات يعني فقط أنت تحب بلدك الواحد. هذا كله إذا كان معه الإسلام فلا بأس بذلك، ولكن إذا كان بعيدا عن الإسلام فهذا ممنوع. لا، كل الأرض أرض الله، أرض الله واسعة، أرض الله واسعة، ولذلك المسلم في من أقصى الأرض إلى أقصاها، هذا أخو المسلم، أخوك المسلم إذا وجدته في أي مكان وهو أخوك فتحبه لله. والكافر أيضا تبغضه لله عز وجل، لأنه ترك يعني أوامر الله، حتى لو كان أخاك يعني الشقيق فأنت تبغضه لله، تبغضه يعني لله عز وجل. وهذا حصل كذلك في زمان الصحابة، بل في القتال وفي الغزوات تجد فلانا من هذا أخوه فيقتله،
لأنه فرق بينهما الدين أو عندهم اختلاف الدين وهكذا. ويرضى له، ينبغي أن يرضى المكلف لله عز وجل ويغضب أيضا له. إذا رضيت فرض فكن راضيا من أجل الله ليس من أجل شيء آخر، فأنت عظيم إن شاء الله. ويغضب له، إذا غضبت لا تغضب من أجل أمور دنيوية كما قلت قبل ذلك، لكن تغضب له كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يفعل، لا يغضب لنفسه، لا ينتصر لنفسه، ولكنه يغضب لله عز وجل. نعم. وإذا وجد الإنسان شيئا يخالف شرع الله عز وجل هو يغضب من داخله، هذا قمة الإيمان، قمة حب النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم، يأمر بالمعروف، هذا المؤمن إذا وجد أحدا يحتاج إلى الأمر بالمعروف أو حتى يدعو فيه على كل حال، يأمر بالمعروف، والمعروف هو كل خير أقره الشريعة، أقره الشرع، أي أمرت به الشريعة الإسلامية، وينهى كذلك عن المنكر. يعني إذا رأيت منكرا فأنت تنهى عن هذا المنكر. وهذا النهي عن المنكر يحتاج إلى فقه أيها الأحبة كما بينت ذلك قبل ذلك، ويحتاج إلى تكنيكات، إلى بين قوسين، إلى واستراتيجيات. يحتاج هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى فقه في الدعوة. فإذا كان أمرك بالمعروف معروفا ونهيك عن المنكر كما ينبغي، كما أمر الله وكما أمرت السنة الصحيحة، فهذا أنت عليك أن تقوم به ولا تتأخر أبدا. ولكن إذا كان أمرك بالمعروف يسبب مشكلة، أو نهيك عن المنكر يسبب مشكلة يعني أكبر من هذا المنكر، فأنت تتركه. مثلا إذا وجدت شخصا يشرب الدخان، يعني عنده سيجارة، سيجارات مثلا لا سمح الله، فأنت إذا أمرته بصورة طيبة ربما يقبل، فإذا كان يقبل أنت يعني تنهاه. أما إذا كان يعني نهيك له يسبب مشكلة أكبر، مثلا هو يشرب الدخان، فأنت إذا نهيته عن المنكر فإنه ربما يقول لك أنا لا لا لن أترك الدخان، ولكني أنا سأشرب الخمر أيضا. نعم، إذا هو بسبب هذا الأمر هو أصبح يفعل مشكلة أكبر من المشكلة التي كان عليها. إذا كان الأمر هكذا فأنت تترك هذا الأمر، وكما بين ذلك العلماء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما جاء في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم، العلماء كتبوا كثيرا وتحدثوا كثيرا حول هذا الأمر، ونحتاج في هذا إلى حلقات كثيرة: كيف ندعو إلى الله، كيف نأمر بالمعروف، كيف ننهى، وكيف ننهى عن المنكر. نحتاج إلى حلقات كثيرة. إن أطال الله بقاءنا في هذه الحياة الدنيا إن شاء الله نريد أن نفعل، أن نقوم بتسجيل حلقات كثيرة ليعرف طالب العلم وطالبة العلم كيف يكون الدعوة إلى الله عز وجل. كثير من الناس يظن أن هذه المسألة مسألة سهلة، لا والله هي سهلة لمن سهل الله عز وجل له ذلك، ولكنها تحتاج كما قلت إلى خطوات استراتيجية ذكية فطنة طيبة، ومن تأملها وأتقنها وعمل بها فإنه يوفق في دعوته إلى الله عز وجل. وأما من لم يرفع إلى ذلك رأسا، إذا لم تنتبه إليها، فإنك قد لا توفق سريعا في الدعوة إلى الله عز وجل. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. وبعد ذلك إن شاء الله سنواصل في قول المؤلف: ويحرم عليه الكذب والنميمة والغيبة والنميمة. وهذا في حلقتنا القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.